بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل تايتل بلوك او بيسموه شيت او بيسموه باندا. المهم ان هي الحدود اللي هتحط فيها اسم المشروع وهتحط فيها السايز بتاع المشروع وكل حاجة. المشروع هاجي دلوقتي اقول له انا عايز نيو فاميلي، اختار نوعها تايتل بلوك، اختار المقاس اللي انا عايزه واقول له اوبن، وابدا ارسم المشروع بتاعي. يعني ممكن اقول له لاين وابدا ارسم الحدود بتاعتي واحط التكست اللي انا عايزها، او ممكن اروح ساحب ملف يكون معمول اوتوكاد بحيث يكون فيه الشعار بتاع الشركه، يكون فيه الكتاب بتاع الشركه، حاجه مثلا زي ديت. تمام، اقدر اعملها سايز بيقول لي لازم تفك البنت اهوت، اقول له من هنا لهنا. تمام، اقدر افجرها واظبط الحته اللي فوق ديت، هقول له اكسبلوت. دلوقتي ظبطنا احنا الباندا، ابدا اكتب تكست غير دوت او اعمل له موف لو انا عايز. انا ممكن ابدا احط هنا مثلا، او ابدا احط انا بقى البارامتر بتاعتي، اقول له انا عايز البارامتر مثلا ليبل اهوت هنا، اقول له هنا مثلا هنكتب البيلدينج نيم. عايز اكتب هنا مثلا اسم الشيت بروجكت، او عايز اكتب الديت او اي حاجه، كله بقى بارامتر. يعني الفكره كلها ان انا هكتب مثلا، حط هنا مثلا هنا بارامتر باسم الناس اللي اشتغلت في المشروع، مثلا تشيك دي باي او ديزاين باي دوت. اوكي تمام، وجنبيها مثلا هكتب كلمه، ده هنا هيبقى بارامتر متغير، يعني اقدر ادوس عليه مرتين اعدله في قلب المشروع. ده مثلا 8، لا ده انا عايزه مثلا اصغر من كده، اقول له اديت تايب دوبليكيت خليه مثلا 2، تكست سايز 2. تمام اوكي خلاص بقى بالحجم دوت. تمام، هكتب تكست عادي هنا. تمام، بس بدل هقول له ده ديزاين بوي. تمام، ده 8 عشان كده كبير، هدخل اغيره التكست دوت، هقول له دوبليكيت خلي 2، خلي ده 2، هيبقى حاجة بالشكل دوت. ابدا اظبط الاماكن بتاعتهم وهكذا، ابدا اكتب كل البارامتر وكل الحاجات اللي انا عايزها، وبعد كده اقول له لود انتو بروجكت، حمل في المشروع. اتحمل في المشروع، اقدر اجي في اي شيت من الشيتات ديت، اقول له الشيت دوت. تمام، اغير النوع بتاعه للنوع مثلا اللي هو اسمه فاميلي 2، فتتغير الشيت. تقدر تحط بقى الصورة بتاعت المشروع، يعني هاجي هنا هقول له edit family، هقول له insert image، وتحط أي صورة أنت عايزها، معرفش صورة ايه ديت. تمام اهيت، وتبدأ بقى تصغرها، تقول له مثلا بوينت 2. تمام، وتروح مظبطها بقى في المكان اللي أنت عايزه. load into project and close. يعمل لك update للفريم كده، انت بقيت تعمل الفريم واسم المشروع كل اللي انت عايزه.